بسم الله الرحمن الرحيم. حمدا لله على نعمائه التي لا تعد ولا تحصى، وصلاة وسلاما على خاتم أنبيائه ورسله سيدنا ونبينا وعلى آله وصحبه وسلم. مرحبا بكم في لقاء متجدد، وهذه الوقفات التربوية الرائقة الرائعة التي تلمس شغاف قلوبنا في كل مرة نلتقي فيها مع أستاذنا وشيخنا ومربينا فضيلة الدكتور فاروق السمرائي، سلام الله عليكم مولانا. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا دكتور، الله يحييك. شكلك شيخنا تعبان، كأنك نازل من خطبة الجمعة. الحمد لله، لا والله الحمد لله رايق اليوم. اللهم لك الحمد والشكر. طيب خلاص، بس حضرتك تحمل تبعات هذه الجمله. ان شاء الله. الله يرضى. ربنا يديم عليك الرواق يا شيخنا، الله يبارك ويديمك على روسنا، والله ربنا يرضى عليك. استاذنا كان اخر عهدنا بسوره الاسراء توقفنا عند قول الله تبارك وتعالى: وكم اهلكنا من القرون من بعد نوح. هذه الآية أظن والله تعالى أعلم أن لنا معها عدة تساؤلات، أولها دلالة لفظ القرون، لماذا نوح تحديدا؟ تثنية أو المزج بين صفتين من صفات الرحمن سبحانه وتعالى: كان بعباده خبيرا بصيرا. والله أعلم. الله يبارك فيك، يرضى عنكم يا مولانا. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه، أما بعد، لما يأتي لفظ وكم، يعني إحنا نقولها بالعامية، نقول له شو بدك تعد حتى تعد يعني. الله أكبر، صح. أيوة، وكم 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 وكم، ها وكم يعني. ألا يذكر العباد الأمثلة التي مرت على البشرية والعصر؟ إن الإنسان لفي خسر، ما هو العصر شهد على الأحداث التي خسر فيها الإنسان، والعصر قد حوى. إذن وكم أهلكنا، يعني راح تجي أمثلة كثيرة. سبحان الله، قوم نوح وقوم صالح وقوم هود وقوم كذا وقوم فرعون وهامان وكذا. إذن فعلا وكم هو إشارة إلى يعني تعدد الأمور بحيث أنها كثيرة وكبيرة على من أراد أن يعتبر. فإذا جاء واحد وقال أن الأمثلة لا تكفي، فالله سبحانه وتعالى يقول له: وكم أهلكنا، يعني أنت ما انتبهت؟ ألم تقرأ القرآن؟ فإذا هنا وكم، يعني من الحق سبحانه وتعالى تعظيم وتهويل لما فعل الحق سبحانه وتعالى في هلاك الأمم من قبلنا. إذن لما يقول أهلكنا من القرون، يعني نجعل القرون، أحيانا القرن يقول لك 100 عام، أحيانا يقول لك القرن هو عهد النبي، يعني قرن نوح، قرن هود، قرن صالح، قرن موسى، قرن عيسى، يعني كأن القرن هو الفترة التي عاشها النبي. وأحيانا يأتي القرن المشار إليه الفئة من الناس، يعني فهي على خلاف عند العلماء في مسألة القرن هنا. لكن يعني لما قال وكما أهلكنا من القرون من بعد نوح، فكأن المسألة جاءت بعد قرن نوح عليه السلام. نعم. فالوقفة هنا يا دكتور أحمد، لما ذكر من بعد نوح، طيب لما لم يكن من قبل نوح؟ من بعد آدم مثلا. وهذه الدقة في القرآن الكريم، دقة عجيبة يا دكتور أحمد. سبحان القديس، تفضل. إيه سبحان الله، لأنه كما ذكر ابن عباس رضي الله عنهما، قال: كان بين آدم ونوح 10 قرون كلهم على الإسلام. الله أكبر. طبعاً، فإذا هذا دليل على أن العذاب ما وقع قبل نوح عليه السلام. الله أكبر. إذن من بعد نوح، هذه الدقة العجيبة بالله يا أخي، لم يقع إهلاك لأمة من قبل نوح. وهذه طبعا يعني الحديث عن ابن عباس يعني على شرط صحة الإمام مسلم، لكن لم يخرجه، وإنما ذكر العلماء بالصحة. نعم. فإذن هي قطعا أخي الكريم أنه ما من قرن سبق نوح عليه السلام
أهلكه الله سبحانه وتعالى بهذا الدليل. إذن من بعد نوح. نعم. بعدين يا أخي الكريم، تعرف الله سبحانه وتعالى لما أهلك من بعد نوح، يعني عاد وثمود، وثم قال ألم تر كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد، وثمود الذين جابوا الصخرة بالواد، وفرعون. كم يا أخي، عد أنت. نعم نعم. وهذا للمثال وليس الاستغراق. نعم. هذا المثال، لا نعني الشمول، وإنما فقط أمثلة يا أخي في تاريخ البشرية وفي حياة البشرية. وسبحان الله، حتى لما يقول كم أهلكنا من القرون، في موطن آخر ماذا قال؟ ألم تر كيف فعل ربك بعاد. سبحان الله، كم أهلكنا، ألم ترى. يعني ألم ترى كم أهلكنا. شوف، لو نربط هذه بتلك. نعم نعم. ألم ترى كم أهلكنا. طيب ألم ترى ما معناها؟ كما قال أهل التفسير، ألم ترى يعني ألم تعلم. فلماذا استبدل لفظ الرؤيا بالعلم؟ بالعلم. نعم نعم. لأن الرؤيا هي المشاهدة. والعلم هو تلقي الأخبار أو الإعلام، الإدراك بشكل ما. نعم، الإدراك بشكل ما. فهنا أخي الدقة، سبحان الله أخي، إذا حدث الله نبيه عما وقع من قبل، فحديث الله لرسوله أدق من مشاهدة رسوله ولو بعينه. نعم نعم. الله أكبر، الله أكبر، الله. سبحان الله. نعم. وهذه البلاغة القرآنية. نعم. لأن إعلام الله لرسوله عليه الصلاة والسلام أصدق من عين رسول الله ورؤيته. المسألة هنا أستاذنا الحبيب، ربنا يحفظكم بارك فيكم يا رب العالمين، أن الله سبحانه وتعالى سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن رؤيته، عن الكيفية مش عن الخبر. يعني نعم. التصديق هنا سيكون جملة وتفصيلا. ما هو الإعلام دكتور أحمد، الإعلام إذن هو ربنا قاعد يخبره كيف أهلك عاد، وكيف أهلك ثمود، وكيف أهلك فرعون، وكيف كذا وكيف كذا. حقيقة، لأن حتى النبي عليه الصلاة والسلام عن عام الفيل، عن مولده، وإحنا بمناسبة المولد ونحيي الأمة الإسلامية بذلك، لما ذكر له عن هلاك من غزا الكعبة ومن أراد، عن إبرهة. نعم. يعني ماذا قال له؟ ألم ترى كيف فعل ربك بأصحاب الفيل. نعم. مع أن النبي صلى الله عليه وسلم ولد في هذا العام فما رآهم. نعم. الله أكبر. ثم أخي نأتي إلى وكفى بربك بذنوب عباده خبيرا بصيرا. سبحان الله يا أخي، أن يجمع بين الخبرة والبصر، والبصر والبصيرة والإبصار. زين، والبصيرة قد تكون هي أعمق من البصر. لا تدركه الأبصار. نعم. شايف كيف؟ نعم نعم. وفي أنفسكم أفلا تبصرون. أنا ما أستطيع أن أشاهد أجهزتي في الداخل، لكن الله دعاني الإبصار العظمة في خلق الإنسان وفي خلق تركيبه. سبحان القدير. زين. وهنا قال في موطن آخر، قال يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. سبحان الله. إذن وكفى بربك بذنوب عباده خبيرا بصيرا. لكن هنا السؤال الذي يرد، سبحان الله، قد يقول قائل، يعني طالما أن الله سبحانه وتعالى يعلم كل شيء، يا شيخ حمد. نعم أستاذ. ولا تخفى عليه خافية، فلماذا يسأل الناس يوم القيامة عن أعمالهم؟ قد يرد هذا السؤال. طيب يا دكتور أحمد، لما يسأل الطالب الأستاذ، الأصل أن الطالب يريد أن يتعلم ما جهل. صح. هذا هو المنطق، لما طالب يسأل الأستاذ. أستاذ. لكن لما الأستاذ يسأل الطالب، يعني لا مشاحة بالأمثال ولله المثل الأعلى. نعم بالله القدير. لما الأستاذ يسأل التلميذ، بالتأكيد لا ليتعلم منه، وإنما أراد أن يقرره بما علم. صح.
يختبرهم فيما علم. صح زين. نعم. فحتى الله سبحانه وتعالى في مطر قال اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. نعم. لكن العدل المطلق يتحقق في أن الله يسأل العباد ويسأل الأنبياء عن أممهم ويسأل النبي عليه الصلاة والسلام ليكون شاهدا على الأمم. سبحان الله. طيب الله سبحانه وتعالى يعلم أن عيسى عليه السلام قطعا ما قال اتخذوني وأمي إلهين. صحيح. من دون الله ما قالها، والله يعلم. سبحانه وتعالى. لكن الله سأله وسوف يسأله يوم القيامة، وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله؟ قال سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق، إن كنت قلته فقد علمته. نعم، تعلم ما في نفسي. تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك، إنك تعلم غيوب مسألة متحققة وحاصلة وشهد بها عيسى عليه السلام. كذلك من هذا السؤال أراد الله سبحانه وتعالى أن يجعل إقرارا، هذا سؤال تقريري ليس سؤال استفساري، أراد الله أن يجعل إقرارا من في من لسان عيسى بن مريم الذين ادعوا على لسانه أنه قال أنا ابن الله. الله أكبر. فأراد أن يبرئ عيسى من هذه القضية، وإلا الله يعلم أن عيسى ما قالها، أن عيسى ما قالها. كذلك دكتور أحمد في قصة إبراهيم عليه السلام، نعم، وإذ قال إبراهيم ربي أرني كيف تحيي الموتى. الله أكبر. نعم. قال أولم تؤمن، هذا سؤال. قال بلى، يعني بلى ولكن ليطمئن قلبي. فالله سبحانه يعلم أن إبراهيم كان أمه وشهد له بذلك. سبحان الله. يعني أمة من الإيمان وشهد له بذلك، لكن الله سبحانه وتعالى أراد أن يجعل إقرارا من لسان إبراهيم حتى لا يلحن اللاحنون فيما بعد أن إبراهيم كان ضعيف الإيمان. الله أكبر. الله يعني إبراهيم أراد أن يرتقي من المستوى العادي لدى المؤمنين الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، أراد أن يرتقي من مستوى علم اليقين إلى عقل اليقين إلى أعلى المراتب إلى عين اليقين، فأراه الله سبحانه وتعالى بالمشاهدة. نعم. سبحان من هذا خلقه وتدبيره. وحتى أراه يأتينك سعيا. طيب يا دكتور أحمد، إنه يأتينك طيرة ولا سعيا؟ الله أكبر. يعني الآن المنطق يأتينك طيرة ولا سعيا؟ يطير ولا يسعى؟ المنطق يطير. يطير. ها. لكن لو حلق في عالي السماء ربما يتفق على الناس. هنا اختلطت بطيور السماء. صحيح صحيح. وما يدرينا أنها تلك التي وضع على الجبل. نعم. ولذلك جاءت سعيا. جاءت سعيا حتى لا يأتي أحد ويقول أن تلك التي كانت في السماء اختلطت. الله أكبر. فجاءت سعيا عبودية لله وطاعة لأمر الله كما نسعى نحن بين نعم. الصفا والمروة عبودية لله. يا سيدي يا سيدي يا سيدي. الله أكبر. يا سيدي حفظ عنك يا شيخنا. الله يبارك فيك يا أخي. من اهتدى يا مولانا. الله يحفظك يا أخي. بس هنا في قضية أخرى. نعم. يعني وكفى بربك بذنوب عباده خبيرا بصيرا. كلمة كفى أن الله كافيك يوم القيامة ومحقق العدل المطلق. لا يوجد عدل مطلق إلا عند الله سبحانه وتعالى. سبحانه وتعالى. نعم. زين. وكفى بربك. ولهذا شوف تقابلها يا دكتور أحمد لما نأتي، أن الله سبحانه وتعالى حينما يقضي يوم القيامة وحتى في الدنيا، هو الله يملك ملكا مطلقا السلطة التشريعية والسلطة القضائية والسلطة التنفيذية. نعم. هذه السلطات الثلاث التي تتحكم في أي مصير أي أمة، فالله يملكها. ولهذا لما نأتي إلى سورة الفاتحة، حضرتك تعلم يعني في قراءة ورش قرأت ملكي يوم الدين يوم الدين، وفي قراءة حفص مالكي يوم الدين. نعم. لأن سبحان الله أراد الله أن يحقق وكفى بربك، أن يوم القيامة
الله ملك ومالك، فلا ينازعه حاكم ولا ينازعه متملك. لما يا دكتور أحمد؟ لأن الملك قطعا يحكم وقد لا يملك. صحيح. يعني شفنا خلفاء في الأمة، عمر عبد العزيز، عمر الخطاب رضي عنهم عنهما، وهناك خلفاء وحكام ورؤساء ما تركوا شيء من الدنيا أخي، حكموا لكن ما ملكوا. نعم، ولو ملكوا يملكون شيئا، لا يملكون كله. قصدي يعني ما احنا نتكلم عن الملك الواسع المطلق. نعم 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 نعم. لكن سبحان الله، في الجهة الأخرى قرأت مالك وقرأت ملك، فقلنا الملك. أما المالك قطعا هو يملك لكن قد لا يحكم. نعم. يعني كثير من الأغنياء المليونيرية ما عندهم حكم لكن عندهم ملك. صح. زين يا دكتور أحمد. فسبحان الله أخي، فالله جمع لنفسه بالقراءتين الملك المطلق والحكم المطلق، فقرأت مالك وملك. نعم. بعدين نأتي يا دكتور أحمد، من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء. سبحان الله. والله يا دكتور أحمد يعني استوقفتنا هذه الآية، من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد. يعني الناس يفترقون في مسألة الآخرة إلى فريقين. هناك من يريد الدنيا وهناك من يريد الآخرة. والأغرب أن هذا الافتراق هو نوع من أنواع العتاب الذي عاتب الله به الصحابة يوم أحد. منكم منكم ما يريد الدنيا ومنكم ما يريد الآخرة. الله أكبر. صحيح. فأقول إذا كان منكم ومنكم في أعز أمة صاحبة النبي عليه الصلاة والسلام هم الصحابة الكرام عليه الصلاة والسلام، فأخي الكريم كأنها نزعة بشرية لا تنفك عن الإنسان حتى في أرقى مراتب التجمع الإيماني. الله أكبر. الله أكبر. الله سبحان الله. الله أكبر. فهنا نأتي إلى مسألة افتراق الناس إلى فريقين، منكم يريد الدنيا ومنكم يريد الآخرة. الآخرة بالله عليك أسأل سؤال، بعدما صفيت الأمة ورجع المنافقون وكذا وكذا وخيار الصحابة دخل المعركة، ثم نخرج منكم ومنكم. فكأن المسألة لا يسلم منها إلا من أنقذه الله. الله أكبر. طيب هل ثمة تثريب على من يريد الآخرة؟ مو هو أخي الكريم هسه راح نجي احنا. هي الآية الجاية راح تقول من كان يريد العاجلة. نعم. ما قال الدنيا. قال العاجلة. سبحان الله أخي الكريم. وهذه مسألة فيها من الترهيب، أنك اطلب الدنيا لكنها عاجلة. زين. وكأن الإنسان يرى أن النعمة فيها متعجلة وأن التمكين فيها متعجل وكل شيء في الدنيا متعجل، لأن الدنيا قال كم لبثتم في الأرض عدد السنين، قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم. إذن هي عاجلة ولا لا؟ لما أقول يوم أو بعض يوم إيش معناها؟ عاجلة. عاجلة. بعض الناس يتصور يوم أو عدة أيام أو بعض يوم، لا، هي يوم أو جزء من اليوم بعض. نعم 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 والله. إلا بكم إلا 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 ساعة. إلا ساعة لبثتم إلا قليلا لو أنكم كنتم تعلمون. إذن أخي من كان يريد العاجلة، شوف يا دكتور أحمد، الله سبحانه وتعالى خلق الحياة وخلق فيها سنن كونية وأنزل الأديان وجعل فيها سنن شرعية. خلينا احنا الآن نوضح المسألة كويس أخي الكريم. هناك أمور في الحياة تتفاعل معك بقدر تفاعلك معها. نعم. وهناك أمور في الحياة تنفعل لك حتى لو لم تتفاعل معها. نعم. نعم. زين نضرب أمثلة. نعم لو سمحت. الآن
الأرض، من جد وجد ومن زرع حصد حصد، إذن هي تتفاعل معك بتفاعلك معها، صح ولا لا؟ صح صح. طيب الشمس والقمر والحرارة من الشمس هي تتفاعل تنفعل لك حتى لو ما تفعلت معها، صح، مسخرة زين، حتى لو ما طلبتها، زين. فهذه أخي يعني من مقومات الحياة التي جعلها الله في سننه الكونية وجعلها تتفاعل مع الجميع، مع المؤمن والكافر، أو تنفعل له لتكون لمصلحة وجود الإنسان في الحياة، سبحان الله، زين. فهنا أخي الكريم نجد أن الأمة حتى وإن كانت كافرة إذا أخذت بالأسباب الكونية، زين، أخذت من خير الربوبية، سبحان الله، والمؤمن إذا أخذ بالأسباب الشرعية من أخذ من عطاء الألوهية. يا سلام، شوف يا أخي، من خير الألوهية، من خير الربوبية، ومن عطاء الألوهية، ومن عطاء الألوهية. نعم. لكن كذلك لو أخذ بأسباب الدنيا والارتقاء فيها أخذ من لناله من عطاء الربوبية كما ينال الكافر. نعم نعم. فمن هنا أخي من الإجحاف بحق أنفسنا أن نترك عطاء الربوبية ليرقى به الكفار إلى مستوى أعلى، فتكون الهيمنة منهم علينا، فلا نرى هناك متسعا لأن نعيش عطاء الألوهية كما نريد، سبحان القدير، ولا بد أن نجد لعطاء الألوهية في مسألة الأداء والعبادة محضنا في عطاء الربوبية حتى نحمي الأمة الإسلامية من أي مؤثرات. سبحان الله، نعم نعم، أظن الكلام واضح. واضح إن شاء الله الرحمن، واضح تماما، واضح تماما. الله الله يبارك فيك. العمل على كلا الجانبين كأنهما جناحان للطائر. للطائر أخي. فإحنا أخي الكريم نتسابق في الحياة في عطاء الربوبية، لا يجي واحد يقول لي والله أخي إحنا الآخرة. أخي الكريم، الاستخلاف في الأرض، نعم، في مطلوب الأرض. من المستخلف أن يتفاعل بكل مكونات الأرض ليحقق الاستخلاف. صح صح صح. شوف إذن نقول إيش لما نأتي أخي، قال من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء. سبحان الله. شوف أخي الكريم، عجلنا له فيها ما نشاء، زين، يعني أجبناه لما يريد من متاع الدنيا. هو رادها خذها بالعافية عليك. بالعافية عليك، صحيح، بالعافية عليك. بالهنا والشفا. بالهنا والشفا، بالعافية عليك. الله زين. ثم أخي، من الدين، من الدين حقيقة أخي الكريم، قال وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنسى نصيبك من نصيبك من الدنيا. زين. فهنا لما قال إيش، من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد، والله عجيب يا أخي. لو قال عجلنا له فيها ما نشاء اكتفينا، ولو قال عجلنا له ما نريد اكتفينا. فجمع بين الإشاءة والإرادة، لأنك أخي أنت محكوم بالإشاءة الكونية والشرعية. طيب، بالإشاءة الكونية قهرا وبالإشاءة الشرعية اختيارا. واضح يا دكتور أحمد؟ نعم يا سيدنا، نعم نعم، الله يفتح عليك يا رب ويبارك فيك، ممتاز جدا. أخي الكريم، الله سبحانه وتعالى جعل لك الأخذ بالأسباب يعني سلم إلى الوصول لما تريد بقوانين الله. وقلنا من جد وجد ومن زرع حصد حصد. لكن أخي الكريم، هل كل من يزرع يحصد؟
وهل كل من جد يجد؟ أحيانا تنقلب الأمور تماما. فربك يقول لك هناك نواميس تحكمك لكن لا تحكم الحق سبحانه وتعالى، لأنه خالق للنواميس سبحانه القدير. ما نشاء له الإشاء مطلقة، وما تشاءون إلا أن يشاء الله. إلا أن يشاء الله. فمن إشاءته جاء إشاءة للإنسان في القدر الكوني والشرعي، وبعدين للمعجل ها لمن نريد، أو عفوا للمعجل هو ما نشاء، وللمعجل شوف للمعجل ما نشاء وللمعجل لمن نريد. نعم. كذلك هو اختيار. يا أخي مو كل واحد يريد الدنيا الله يعطيه إياه، في كافر يعيش فقير وكاتل الجوع حتى أن يموت. نعم. إذا لمن نريد ما نشاء القضية مطلقة بالقدرة الإلهية، لمن نريد القضية مطلقة بالاختيار الإلهي. نعم الله أكبر. زين، لأن القوانين تحكم الطالب للدنيا ولا تحكم المطلوب منه المعطي وهو الله سبحانه وتعالى. سبحان القدير. صح صدقت. نعم نعم نعم. بعدين لمن نريد؟ سبحان الله يا دكتور أحمد، الأمر غريب. شوف تقابلها ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض. فإذا أراد الله لأحد الدنيا زين، أعطاه الله ما يريد الحق وليس ما يريد الطالب. سبحان القدير. نعم. بالله بيل جيت وغيره كان يتوقع يوم من الأيام يصير عند هذا الملوك؟ الله أكبر. لمن نريد ونريد أن نمن. فإذا جاءت المنة مع الإرادة فإن عطاء الله غير محدود. الله أكبر. الله أكبر يا رب. إن شاء الله هب لنا يا رب. وسبحان الله في السنة الكونية تشمل المؤمن والكافر، لكن إحنا قلنا ونريد أن نمن، هذه في السنة الشرعية، هذيك في الكونية لمن نريد، صح ولا لا؟ نعم نعم. وكذلك في السنن الشرعية قد تكون الإرادة إما أن تأتي تكريم لأمة كما فعل مع بني إسرائيل فمن الله عليهم وجعلهم أئمة وجعلهم الوارثين. نعم. أو تأتي الإرادة مغايرا لما تريد ليحق الحق ويبطل الباطل. يا سلام يا سلام. نعم. زين. وتودون أن غير ذات الشوكة تكون لكم ويريد الله أن يحق الحق بكلماته ويقطع دابر الكافرين ليحق الحق ويبطل الباطل. إذن هناك إرادة إلهية، ولو هناك يعني حديث يعني يرويه الوعاظ لكن معناه جميل، وهنا لا نذكر فيه درجة الحديث وإنما فقط نستشف المعنى أن الإرادة الإلهية غالبة. قال يا عبدي أنت تريد وأنا أريد ولا يكون إلا ما أريد. ما أريد، فإن أسلمت لي فيما أريد كفيتك ما تريد. نعم. وإن لم تسلم لي فيما أريد أتعبتك فيما تريد ولا يكون إلا ما أريد. الله أكبر. سبحان الغالب على أمره، سبحان الفعال لما يريد. سبحان أي والله. ثم قال ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا. نعم. إذا أخي من أراد الدنيا فعطاه الله لا يظن أن هذا العطاء هو تكريم، وإنما هذا العطاء هو استدراج. نسأل الله السلامة يا رب. فنسأل الله أن لا يستدرجنا في دنيانا يا أخي. يا رب. زين يا دكتور. نعم. أحمد. نعم يا سيدي. ثم جعلنا، هو المشكلة النهاية يا أخي. نعم. زين. ثم يقول الحق سبحانه وتعالى ومن أراد الآخرة. زين. إذن مرة الآخرة تقابل الدنيا ومرة الآخرة تقابل العاجلة. فنفهم أن الآخرة غير عاجلة. صح ولا لا؟ نعم نعم نعم. قال وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا.
والله يا دكتور أحمد هذه الآية عجيبة، قانون يا أخي قانون. سبحان الله قليل. سبحان الله. من أراد الآخرة، من رغبها واختارها. وسبحان الله يا دكتور أحمد، شوف إحنا نرغبها ونختارها. فأقول الناس على صنفين. نعم. هناك من لا يريد الآخرة وهناك من يريد، ومن يريد الآخرة على أصناف. من تمناها دون أداء، ومن تمناها بالأداء غير الصحيح، ومن تمناها بالأداء الصحيح. ثلاث أصناف. طيب، ولهذا العجيب تأتي أحيانا في القرآن الكريم إليه وإليه ترجعون، وتأتي ترجعون. طيب، تأتي بالضم وتأتي بالفتح. بالفتح. طيب إيش الفرق بين هذه وهذه؟ طيب زين، الأولى ترجعون، يعني شوف الفعل هنا نسبة للفعل. الإنسان الأولى فيها الرغبة والإرادة، يعني هذا رغبة الإنسان وإرادته، أنت راغب ترجع، أنت جاي أهلا وسهلا. الثاني واحد مو راغب، ترجعون. نجيبه. نجيبه. إذن فيها عنف في الأخذ، راغب ولا مو راغب، حتى إذا جاء أحدهم قال رب ارجعوني، كيفك أنت؟ والله قاعد تتحرك ريفرس في السيارة، هي بكيفك أنت؟ لعل يعمل صالحا فيما ترك، كلا إنها كلمة هو قائلها ومن ورائهم برزخ من اليوم يبعثون. إذن هذا ترجعون ولا ترجعون؟ لترجعون وزيحوا وعلى دماغه وعلى دماغه ورغم أنفك ورغم أنف اللي قال لك كان من ورائي. نعم. فبعدين أخي لم يقل ومن أراد الجنة، إيش قال؟ من أراد الآخرة. يعني طيب يا أخي الكريم، لما اللي ما يقول الجنة؟ لأن أخي الآخرة لفظ يلتبس، لأن الآخرة فيها أهل النعيم وفيها أهل العذاب. صح ولا لا؟ صح. في الآخرة الناس على صنفين. نعم. فمن أراد الآخرة، طيب يريد أي اتجاه؟ يعني أنت مؤمن ولا طفران من الحياة عايز تخلص؟ فأقول سبحان الله الدقة، لأن أخي هناك من يريد الآخرة لكنه يلحن في جسر الوصول إليها، وهناك من يريد الآخرة فيعمر جسر الوصول لها فيصل. الله أكبر يا رب. ولهذا أراد الآخرة قال وسعى لها سعيها وهو مؤمن. هناك شرطان. نعم. أنت تريد الآخرة، كيف أعرف أنك رايد الجنة في الآخرة؟ أوكي. ها؟ هناك قرينة، لو لم تكن القرينة لقلنا أي آخرة أنت تريد. نعم. سعى لها سعى. لكن لما جت القرينة وسعى لها سعيها الأولى، يعني فعلا هو عزم وراحلها زين، وهو مؤمن. نعم. زين، فأولئك كان سعيهم، ماذا قال؟ كان عفوا، فأولئك كان سعيهم مشكور. مشكورا. وسبحان الله، إذا شكر الله لك عمل وشكرك سعيا أنعم الله عليك برضا. يا رب. أبدا أخي. يا رب يا الله. يعني مو نأخذ مسألة نشكرك يا فلان وخلاص، لا. إذا شكر الله عمل عبد رضي منه ما قدم رضي الله عنهم ورضوا عنه، فالشكر هو أن يرضى عنك الله. يا رب يا رب. اللهم آمين. يا قال وسعى لها سعيها، إذن استكمل المطلوب وما اكتفى بالأمان. نعم. وهو مؤمن، إذن صحة الإيمان شرط لتحقيق الغاية. فأولئك كثير من الناس من يريدون الآخرة، تعرف الآن من الإسلامية كثيرة تريد الآخرة، لكنهم ما أخذوا بأسباب الإيمان الكافية الصحيحة ليحقق الله لهم المطلوب. لفتة طيبة جدا، الله أكبر. جميل جميل. ولهذا يا دكتور أحمد يمكن طولنا شوية. لا لا العفو، الله يرضى عليك. إحنا باقي بس. ولهذا يصدق في هؤلاء قول الشاعر،
قول الشاعر، وكل يدعي وصلا بالليل. بليلى، وليلى لا تقر لهم بذاك، إذا انسكبت دموع في جفون تبين من بكى ممن تباكى. صحيح صحيح صحيح. وهذه المسألة هي هنا القضية، وسعى لها سعيها من منا أعطاها الحق وسلامة القصد. لهذا إخوة يوسف لما جاءوا أباهم عشاء يبكون، نعم زين، ليش اختاروا الليل؟ ليش اختاروا الليل حتى تختلط الدموع بالليل؟ لا، لأنه الذي يكذف البكاء لا يذرف الدموع، والليل يستر الدموع. يستخبوا مخبى أخي، لأن في الليل لا ترى الدموع، فهم أصلا ما عندهم دموع الحرارة على فقد أخيهم، بنهنه وخلاص كده، وإنما عندهم شرارة الكذب التي لا تنتج حرارة الدموع. عشاء يعني، الله أكبر. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وبارك الله فيك دكتور. جزاكم الله خير يا مولانا، ربنا سبحانه وتعالى يحفظكم ويرضى عنكم ويبارك فيكم. نلتقي على الخير يا مولانا، بارك الله فيكم وفي كل متابعينا الكرام، سلمكم الله ما حييتم وأدام الله تعالى فضلكم وعطاءكم وكرمكم، آمين يا رب العالمين.